السؤال واعطينا الجواب. خمن معي وقل هذا المثل لمن تحدي مسابقة لقاء الثقافة. حواري لكم منا وإليكم برنامج يومي ميداننا الحواري ميداننا الحواري ميداننا الحواري ميداننا الحواري. مشاهدينا الأكارم أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الميداني ميدان الحواري. طبعا هذه الحلقة مميزة وهي خارج مدينة المكلا وفي مدينة شحير وبالضبط في السوق من أمام الحصن في مدينة شحير. طبعا شحير فيها العديد من الحواري. اليوم إن شاء الله راح تكون المسابقات والفعاليات في حواري مدينة شحير. راح تكون معنا مسابقات مفعمة بالحيوية وكمان معنا أسئلة متنوعة وجميلة. ابقوا معنا في هذه الفقرات ولنصحبكم الآن مع أولى فقرات البرنامج في مدينة شحير. مشاهدينا الأكارم ومثل ما ذكرنا لكم في مدينة شحير ومن السوق مع أولى فقرات هذه الحلقة الجديدة من مدينة شحير. طبعا معي المتشارك، نتعرف على اسمك. صلاح مبارك بعتقيل. والنعم، من وين يا صلاح؟ أنا من منطقة غيل بوزير منطقة الصداع. ما شاء الله، بس حصلناك من الصبح يعني من غبش نقول متواجد في شحير. أنا قدام الوقت هذاني نوزع قضب لزباين لهنا، وبعدين بعد ما خلص القضب نرجع البلاد حقي. ما شاء الله. طبعا أنت الآن عبر شاشة تلفزيون حضرموت في برنامج ميداني ميدان الحواري، في معنا سؤال بيكون إذا جاوبت وكانت الإجابة صحيحة طبعا بتحصل معنا جائزة مقدمة من راعي البرنامج مجموعة بن هلابي للتجارة والصناعة. السؤال يقول: كم عدد السور القرآنية التي ابتدأت بثلاث حروف؟ والله هذا شوية يعني تقدر أنك تحاول مثلا محاولة. نقول لك وال فاتحة. لا لا، ذكر بالرقم يعني، ما بتقول فاتحة للبقرة، ذكر مثلا 4 5 6 7 8 بالرقم ذكر، حاول على يمكن تكون صدفة وتجي صحيحة. ثلاث حروف. كم عدد سور قرآنية في القرآن الكريم التي بدأت بثلاث حروف؟ سورة البقرة ألف لام ميم. لا كده بتضلي تقرأ المصحف كامل وعبر الوقت. هذا عندي. يعني معك بس البقرة. البقرة ألف لام ميم هذا. يعني جوابك أنك تقول صورة واحدة بس. لا نعم. طيب أنا بعطيك محاولة ثانية. محاولة لك ثانية إنك تختار عدد رقم ثاني. لا ما عندي إلا هذا أنا بقولك. هذه الإجابة. الإجابة. طيب أنت متأكد منها ولا ما أنت متأكد؟ والله أنا إن شاء الله بنقول متأكد. توقع أنها صحيحة؟ إن شاء الله. آخر إجابة. إن شاء الله نقول نعم لهذا. نحن تمنينا إنه تكون معنا في هذه المسابقة والسؤال، لكن كانت الإجابة خاطئة ونشكرك. مشاهدينا طبعا كانت الإجابة خاطئة في السؤال الأول، لكن ما بنياس، واليوم إن شاء الله الجائزة تكون معنا في شحر. خلونا نصحبكم الآن ونشوف. نقول السلام عليكم، كيف الحال؟ نتعرف عليكم. حياك الله. نعم. اسمك؟ راضي معان مرعي. والنعم الله. اسمك الكريم؟ محمد سالمين الشعملي. والنعم فيكم. طبعا انتم الحين عبر شاشة تلفزيون حضرموت معنا مسابقة عبارة عن سؤال، اذا جاوبتوا عن السؤال ان شاء الله بتحصلون جائزة. مستعدين؟ هات. السؤال يقول: كم عدد السور القرآنية في القرآن الكريم التي بدأت بثلاث حروف؟ كم عدد السور القرآنية في القرآن الكريم التي بدأت بثلاث حروف؟ لازم تنزل عمامة علشان التفكير. كم عدد السور؟ السور القرآنية التي بدأ منين؟ واحد ثلاث حروف مضبوط. طيب كم عددها السور اللي بدأت بثلاث حروف في القرآن؟ العدد الفلاني لازم تمخمخ شوي. في حدود السبع. يعني سبع متأكد منها أو اختيارية؟ يعني بهذه الحدود سبع ست ما هي لك انه ما بين سبعة وستة. طيب نسمع من الوالد. والله تقريبا يا ولدي بين الخمس والست كذا تقريبا. يعني سقفكم الى سبع ومن خمس. مين يعني الذاكرة ما بتخوف بتعرق
معروف عرفنا لامين كم سور بس يعني مش بالدقه معك مش بالتدقيق. يا بارك الله فيك الدقه صعبه شويه. انت الان من 5 إلى 6 ولا من 6 إلى 7؟ 6 إلى 7 كذا. من 6 إلى 7. طيب اختار لك واحد خلاص ثبت على رقم واحد. حط لي 7. 7 ابغاك. طيب وانت والد؟ خلاص 6. 6. تمنينا ان تكون جائزة عندكم لكن كانت الإجابة خاطئة، ونشكركم على المشاركة وشرفتونا في شاشة التلفزيون حضرموت. سؤالنا يقول كم عدد السور القرآنية التي بدأت بثلاثة حروف؟ طبعا الإجابات خاطئة لحد الآن، إن شاء الله نحصل إجابة صحيحة. ونحن الآن في مدينة غيل باوزير وفي المقاهي الشعبية في مدينة غيل باوزير، طبعا تتمتع بالبساطة وكمان الشعبية الموجودة في الأشخاص المتواجدين في هذه المقاهي. طيب عندنا 2 أشخاص هنا، نقول السلام عليكم، كيفكم يا شباب؟ إيش أخباركم؟ طيبين؟ طبعا أنتم الآن عبر شاشة التلفزيون حضرموت في برنامج ميدان الحواري، فقرة الأسئلة معنا سؤال، وإن شاء الله واحد منكم تكون الإجابة صحيحة حقه، ونتمنى جائزة تكون اليوم ما تتحرك من هذه المقاهي. نقول إن شاء الله. السؤال يقول كم عدد السور القرآنية التي بدأت بثلاثة حروف؟ كم عدد السور القرآنية التي بدأت بثلاثة حروف؟ بغن العدد مش الأسامي بس. من يا ترى عنده الإجابة؟ 10 سور. بعطيك أنت تقول كم؟ 12. طيب نثبت الإجابة عند من الآن؟ 13 سورة. 13 آخر إجابة، أنت قلت الآن 10 و13، نثبت على إيش؟ 13 سورة. ثبت على 13. متأكد كم في المئة؟ 99.9. يعني خليت واحد. للأسف كانت إجابتك صحيحة وفزت معنا في هذا السؤال، ألف مبارك لك. طبعاً هذه الجائزة مقدمة من مجموعة بن هلابي للصناعة والتجارة، ونسمع له أجمل تحية. وفي سوق مكة بمنطقة الصالحية في مدينة غيل باوزير، طبعاً ننتقل من فقرة الأسئلة إلى فقرة تفسير المثل الشعبي بالإشارة. فسرنا في المكلة، كان في تفسير مبدعة كثيرة وكان في ممثلين مبدعين، خلونا نشوف في غيل باوزير كيف التمثيل وكيف الإبداع. تعالوا نصحبكم معنا. ونبدأ مع أول متشاركين إن شاء الله تكون الحليف لهم ويكون الحظر صالحهم معنا. نتعرف على اسمك؟ عادل سالم برعية. يا عادل، في معنا مسابقة أنت الآن عبر شاشة التلفزيون حضرموت، خلنا نجي عندك أفضل يا عادل شوي علشان النفس في القلوب. طبعا عبر شاشة التلفزيون حضرموت في فقرة تمثيل المثل الشعبي بالإشارة، طبعا صاحبك موجود الآن هنا عندك، أنا بعطيك مثل شعبي في أذنك بودك في الصورة بالإشارة، إذا نطق المثل الشعبي راح تحصل معنا على جائزة مقدمة من راعي البرنامج مجموعة بن هلابي للتجارة والصناعة. مستعد؟ نشوف إن شاء الله بيكون مثل سهل يعني. يلا المثل يقول يلا في دقيقة، لا تحرك شفايفك أبدا. لا تحرك شفايفك. أيوة كم تبقي؟ واصل فهمه، واصل لا تناظر أبدا. أربعين ثانية. صلاة صلي. حضن برد حمى. واصل على كل حركة يسويها، واصل حر. تبقي 25 ثانية. هات لي جارة دم. حاول توضح أكثر، أعمل أي حركة حاول توضح أكثر، لا تحرك شفايفك، لا تنطق أبدا. أيوة بس يداتك، وأنت أي حركة يسويها عادي، عطنا احنا الجواب يمكن يكون صحيح. يلا وتبقي معنا 10 ثواني. برد
انتهى الوقت ولك اخر فرصه، اخر حركه سوها له. لا تحرك. فهمت ايش من الحركات اللي سواها؟ والله فهمت انه هو مشتاق، والله برد، والله حمى صنك مريض. المهم نقول ان شاء الله كانت فرصه سعيده وشرفتونا عبر شاشه تلفزيون حضرموت. السلام عليكم. تعرف عليك؟ مجدي سيبا بارك. والنعم يا مجدي، كيف حالك يا مجدي؟ الحمد لله. عساك بخير ان شاء الله. نعم. طبعا الان معنا مسابقه عبر شاشه تلفزيون حضرموت، اذا جاوبت معنا وكانت الاجابه صحيحه راح تحصل على جائزه. مستعد؟ طيب لازم نجي عندك علشان تطلع الصورة تكون سيلفي جميل. ما شاء الله في معنى مثل شعبي بقول لك أبو، ولازم تفسره. اختار لك أي شخص مثلا أحد من أصحابك تنادينا. طيب محتاجين واحد من الأشخاص. حاج، محتاج حاج أنت. لا ما بيكون يعني، لازم تعال تعال انت تعال. لا تفزع امورك طيبه. طيب انا بقول لك مثل، معنى هو تفسير المثل الشعبي بالاشاره. انا بقول لك مثل ولازم تفسره لصاحبك بدون ما تتكلم، باليد بس، حركه اليد. اذا جاوبت عليه راح تحصل معنا على جائزه مقدمه من برنامج ميدان الحواري، واذا ما جاوبت يكفي نحن ان احنا شفناك اليوم وتصورت معنا في شاشه التلفزيون ومع الموز الحبوب. مستعد؟ مستعد. يلا المثل يقول: تعال هنا، تعال شوي. ايوه لا ما يقول شيء، عادي قدام. يلا بسم الله، بدون ما تحرك شفايفك، حركه اليد فقط، حركه اليد. انت اي حركه يقولها حاول انك تجاوب. طبعا الان ان شاء الله توصل الفكره لصاحبنا. برد. على كل كلمه حاول تجاوب. برد. استاهل. معروف هذا مثل، معروف. طيب ايش المثل يقول؟ برد من ضيع دفاه. هذا المثل قلت لك ابو؟ نعم. متأكد؟ ايوه. متأكد انا قلت لك بهذا المثل؟ ايوه. يعني خلاص اخر كلام؟ جواب نهائي. وانت اخر تفسير؟ نعم. طبعا نقول الف مبارك، كان المثل صحيح، وهي جائزه مقدمه من برنامج ميدان الحواري بقيمه 10,000 ريال يمني. الف مبروك، نسمع له اجمل تحيه. استاهل. مشاهدينا الكرام، واليوم راح نسعد في هذه المسابقة لأنها راح تكون في سعاد الزبينة وبالتحديد في المنصورة في حي سمعون، معي عدد من الشباب بنتشارك معهم في فقرة ميدان الحواري. هذه هي الفقرة اللي تتميز بالحماس والمتعة والمسابقات والتنافس بين الفريقين اللي يكونوا متواجدين معنا في المسابقات المتنوعة ضمن فقرات برنامجكم ميدان الحواري. المسابقة اللي راح تكون معنا إن شاء الله هي مسابقة شد الحبل، لكن قبل أن ننطلق في هذه المسابقة ونشرحها أكثر بالتفصيل خلونا نتعرف على الفريقين اللي معنا، الفريق الأصفر والفريق الأبيض. طبعاً بحكم أننا في سعاد الزبينة تغيرت الألوان وتغيرت النفسية وكلنا متعة وفرح في هذه المسابقة، خلوكم معنا. عبد الله عود الصبان. محمد عبد الله السلابي. محمد هشام شرحيل. محمد صلاح بن مسعود. محمد عدنان الهندي. نائب جمال روازي. مثل ما تشوفوا مشاهدينا الكرام، هذا الحبل اللي عندنا حقنا لعبة شد الحبل عبارة عن الفريق الأصفر منهم 3 أشخاص والفريق الأبيض 3 أشخاص. اليوم عن القوة، نشوف من القوي منهم، من اللي بيسحب الثاني عن الحبل هذا، هذا الخط اللي تحت الآن. إذا تجا الفريق الأصفر جر الفريق الأبيض بيكون الفائز الفريق الأصفر، وإذا كان الفريق الأبيض جر الفريق الأصفر عن هذا الحبل بيكون الفريق الأبيض هو اللي فائز معنا. طبعاً اللعبة مكونة من جولتين، هذه الجولة الأولى نشوف من يفوز فيها وبعدين الجولة الثانية تكون لصالح من. جاهزين؟ يا سلام يا سلام. أيوة اسحب. أيوة يا أبوي، أنا يا أبوي اسحب من. وين القوة أكثر. لا يا الفريق الأبيض، لا يا الأبيض. ما توقعتكم أبداً يا الفريق الأبيض. تعالوا الفريق الأبيض.
وأهل الاستعداد والهمة والقوة، عيب عليك بعد منه. الفريق الأصفر هنيكم على الفوز في الجولة الأولى، رغم أنه في البداية ما شاء الله يعني شفت أجسامكم قلت هذا الأخير ثبت الحبل كذا وقالوا بوجهه ما بقى يضحك معي طول، اسحب الحبل يقول لي معاد عليك. أخر شيء مسكين فرت النظارة واسحب على الحبل. طيب الآن هذه الجولة الأولى مثل ما قلنا خلينا نشوف كيف شعوركم كان يعني قبل ما نبدأ اللعبة لما شفتوا الأجسام كذا والأحجام، توقعت أنك بتفوز أنت؟ من حادث يومي لك شو. يعني كان فجأة عليك؟ فجأة أيوه. وأنت؟ مرة توقعني نفوز. والأخير؟ توقعني أنك منفوز. طيب الآن نحن قلنا في جولة ثانية. انتهت الجولة الأولى مشاهدينا بفوز الفريق الأصفر على الفريق الأبيض. الآن الجولة الثانية نفس الطريقة ونفس اللعبة شد الحبل، لكن في اختلاف، نحن غمضنا عيون الفريقين، الفريق الأصفر والفريق الأبيض، يعني الآن كل واحد بيسحب له دالي وين الحبل موجود. مستعدين يا الفريق الأصفر؟ مستعدين. ايش ده عندنا ماسك معدل ولا حبل ما شاء الله؟ مستعد؟ مستعد. كذا رجل ثبت. بنشوف الجماعة الفريق الأبيض الفريق المهزوم اللي كان قالب وجهه قبل شوي، أنا أشوفهم كلهم يبتسمون بغب يفوزون، ابتسموا ابتسموا. مستعدين الفريق الأبيض؟ مستعد أنت؟ أنت مستعد. يا سلام، أنت مستعد؟ مرة. أنت اللي كنت الأخير؟ لا يمكن. أيوة إن شاء الله. يلا مستعد. طيب ليش تناظر الأخرى الحركة على كده؟ ليش ما تناظر الفريق الأصفر تواجههم؟ في الكهرباء. يا سلام عليك يا سلام. يلا يا شباب راح نبدأ. طبعا بنقول واحد اثنين بعد كلمة ثلاثة هللو هللو هللو. تو أنا نقول لكم الآن. يلا لحظة لا يسحب. يلا جاهزين؟ واحد اثنين ثلاثة. يا سلام يا سلام، أيوة حماس حماس. الأخير كيف شعورك وانت تسحب؟ خلوهم. يا سلام يا سلام، نسمع تحية نسمع تحية للفريق الأصفر. صراحة الفريق الأبيض الفريق الأبيض في البداية طبعا من قايد الفريق منكم؟ طيب تعالوا وين شردون، تعالوا الأمور طيبة. الفريق من القايد؟ أنت القايد. في البداية شفتك ما شاء الله كنت واثق بهم وقلت الجولة الأولى أنهم ما يشجعون، كيف الجولة الثانية؟ إيش الخلل يعني إيش الخلل تتوقع؟ بالنسبة من قوة الفريق. قوة الفريق أدرك إيش؟ قوة ذاك حضارة من أخي. طيب يعني ايش الفرق مع انهم ياكلون زنبرة وانت تاكل ايش؟ هذا حقنا الشحن البراط. وانت طيب؟ خلاص في خلل في الهزيم. قوتك ما شاء الله. بس صراحة اهنيك انك كنت اخر واحد كنت اخر واحد بتقبه في الحبل. اهنيك انك اخر واحد كنت بتقبه في الحبل لما كانوا يسحبونك، عندك عزيمة واصرار. المهم الفريق الأصفر فاز معنا ونهنيكم على الفوز، صراحة كانت مسابقة حماسية وكنتم قد التحدي. في البداية أنا قلت يعني بتكون المنافسة قوية لما شفت الفريق الأبيض والفريق الأصفر، لكن الفريق الأبيض لا شيء كان أمام الفريق الأصفر، القوة كلها ما شاء الله كانت في الفريق الأصفر. الآن خلونا مشاهدينا الكرام، طبعاً حابين نوضح أنه الفريق الأصفر الفائز راح يحصل معنا على جائزة، والفريق الأبيض الخاسر أيضا راح يحصل معنا على جائزة مقدمة من راعي هذا البرنامج مجموعة بن هلابي للتجارة والصناعة. طبعا بعد انتهاء المسابقة كانت الجولة الأولى من صالح الفريق الأصفر والجولة الثانية أيضا من صالح الفريق الأصفر. رحتها صح. الجولتين الأولى والثانية كانت من صالح الفريق الأصفر والفريق الأبيض. هارد لكم إن شاء الله ومعوضين، نقول الحمد لله، لا ما أعطاه ولا ما أخذ، الحمد لله تسبب الأمر معوضين إن شاء الله.
بس طبعا راعي البرنامج مجموعة بن هلابي للتجارة والصناعة أبى إلا أن يعطي الجائزة لكل فريق سواء كان الفائز أو الخاسر. تستحقون جائزة يعني اليوم معنا، وعدكم تتكرمون قبل الفريق الأصفر. إيش تتوقعون الجائزة؟ أندومي؟ تحب الأندومي؟ تحبون الأندومي؟ مرة سلام. تحبون الأندومي؟ الحين سبحان الله بعد الهزيمة الابتسامة فضيحة مرة، حبيت الابتسامة. طيب نعطيهم الآن الجائزة المقدمة من مجموعة بن هلابي للتجارة والصناعة، ونسمع لهم تحية على مشاركتهم في هذه المسابقة. الحين نبقى مع الفريق الأصفر، الفريق الفائز، ومبارك لكم. هذه جائزة أيضا مقدمة من مجموعة بن هلابي للتجارة والصناعة. تكفيكم الجائزة ولا عندكم بعد شيء؟ جائزة حق الفوز. كيف؟ احنا فوزنا ما يقع نفسهم بالضبط. طيب يمكن احنا غيرنا، يمكن الالوان تغيرت يعني، والنكهات ولا شيء، ولا ما تكفي؟ طيب يعني نزيدكم ضروري ولا ابغى نوع ثاني يتغير شيء غير الكيس؟ لا نفسه الكيس في اطار لندن. وانت ايش تقول؟ لا كيس ثاني. بات كيس ثاني، كل واحد من كيس افضل. كل واحد من كيس. الجائزة طبعا تكون متغيرة. الجائزة المقدمة لكم مبلغ مالي بقيمة 10,000 ريال يمني من مجموعة بن هلابي للتجارة والصناعة. ألف مبارك لكم مع أجمل تحية نسمعها. يا سلام عليكم. الفريق الأصفر والفريق الأبيض، من أعماق قلوبنا صراحة نحييكم. كانت الفقرة حماسية جدا، واستمتعنا فيها كثير، وضحكنا من جوات قلبنا. ربنا إن شاء الله يدوم الضحك على الجميع. ومشاهدينا الأكارم، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفقرة الميدانية الحماسية التي تمتاز بالتحدي، فقرة ميدان الحواري. تعرف عليك؟ سامي عبد الله غريب. سامي عبد الله الغريب. طيب يا سامي، برضه بتمسك نظام ال... يا الله، يلا ايش المحاولتين؟ بطاطس. بطاطس المحاولة الأولى. المحاولة الثانية من الخضروات والفواكه. الخضروات والفواكه. حاول. برتقال. ايش؟ برتقال. طيب كانت واحدة من الإجابات صحيحة، بس متوقع أنت أنه البطاطس أو البرتقال؟ البطاطس. البطاطس أو البرتقال؟ البرتقال. البرتقال. طيب افتحها وشوف يا اسمك من؟ سامي الغريب. سامي شوف ايش يا سامي موجود. نروي الكاميرا. موجود البرتقال. كم عدد حبات البرتقال؟ حبتين. ممكن تطلعها؟ طلع البرتقال. خذ القفة. الجولة الثانية الآن اللي طلعت إجابتك صحيحة البرتقال. الآن يا سامي إيش تتوقع بيكون قبل استلام الجائزة؟ توقعاتك يعني لما جاوبت وطلع برتقال، قلت برتقال، إيش تتوقع الحين بعد المرحلة ذي؟ الجائزة يعني. أيوة إيش تتوقع يعني شيء بيكون قبل الجائزة ولا الآن بعطيك الجائزة مثلا؟ خمين ما أنا عارف. طيب فطرت الساعة كم أنت؟ فطرت الساعة 9. الساعة 9، الآن نحن الساعة 12 إلا ربع، يعني أكيد الجوع حق الغداء قرب. أيوه. تمام، الحين واجب عليك إنك تاكل برتقالتين. لا، لازم تاكل برتقالتين وبعدين الجائزة بتحصل معنا. كل برتقالة واحدة خلاص، واحدة خبها للصغيرين. عادي بتقطعها بتاخذ سكين من أي حد، نحن بنمشي الكافتيريا، تعال بنروح الكافتيريا. تتوقع البرتقالة بتكون حالية ولا حامضة؟ حالية. يلا نشوف تكون حالية ولا حامضة. طيب أنا بطعمها معك، طعمها معك لازم. يا سلام برتقال زين صراحة. البرتقال كان حالي طبعا، جربته أنا البرتقال حالي، وصاحبنا مسكين ما قدر يتحمل يعني وكل البرتقالتين، ولكن من الكرم والجود يعني وزع الموجودين عنده، وكمان حتى أعطاني حبتين. استاهل. كلت البرتقال ولا عاده؟ يعني بتقدر تتكلم؟ كنت تتكلم بس معك؟ لا عادي شوية. عادك شوية. طيب نحن بنواصل.
الجائزة ايش تتوقعونها اللي بتكون الجائزة له؟ كرتون اندومي والله. ايش توقعاتك الثانية؟ 50,000 40,000. جميل، توقعات مختلفة. كم البرتقال ولا عادو؟ عادو ما شاء الله عادو. كم؟ 10,000. 10,000 هذا قال 10,000 الأول واندومي. إذا فزت معنا في هذه الفقرة فقرة خمن معي، وحصلت على جائزة مقدمة من راعي البرنامج مجموعة بن هلابي للتجارة والصناعة. هذا أول كيس، مش أول كيس وبس، كمان الكرتون هذا الأندومي. ألف ألف مبروك، نسمع له أجمل تحية. حيو، شكرا لك على مشاركتك معنا، شرفنا. كلمة أخيرة تقولها؟ شكرا، شكرا جزيلا، شكرا. مشاهدينا الأعزاء بكل مكان، إلى هنا نكون وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من البرنامج الميداني ميدان الحواري. طبعا نختتم هذه الحلقة من أمام سدة ميناء المكلا القديم. انتظرونا في الحلقة القادمة، كونوا عند موعد البرنامج، وشكرا لكم على حسن المشاهدة، ودمتم في أمان الله. Oh my God.